السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وتكونوا ديما احسن ما يكون. هذا الفيديو نتمنى اخوتي اخواتاتي تبعوه من الاول حتى الاخر. اليوم ان شاء الله يا ربي الحبيب غتعرفوا القصه ديال سعديه كيفاش كانت تعاني، كيفاش رجعات. المهم تنعاود لكم القصه حقيقيه، القصه ديال سعديه، حيت بزاف الناس ما عرفوهاش، وبزاف الناس ما عرفوش اشنو بالسعديه مسكينه، مالها، شنو وقع عليها، واش داكشي ديال الطبيب، واش واش واش. المهم بزاف الناس حايرين. دابا اليوم كلشي غتعرفوه ان شاء الله في هذا الفيديو. سعديه ما عمر خرجت بالقصه ديالها حقيقيه، شنو كان تتعاني. سعديه عانات وقاسات بزاف الناس هاد الفيديو، كاين اللي غيبكي، كاين اللي غيقول داكشي ما كاينش، كاين بزاف كل واحد داكشي تيهمو هو. وين كاينين الناس مساكن اللي نفس المعاناه اللي تتعاني سعديه شانيل تيعانيوها الناس، نفس المشكل اللي عندي عند الناس، بزاف مساكن دخلوا الناس في الواتساب. المهم هنقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. سعديه شانيل، اول حاجه غنعاود لكم من نهار تزوجت، باش راه اللي تتلقاوه تيضحك بزاف راه تيعاني من الداخل، وبزاف الحوايج ما كناش تنخرجوا بهم بهذا الخط احمر. الحمد لله داكشي تنقولوا نخليوه منه لسيدي ربي. واني الوقت اللي جا الفراج عند الله سبحانه وتعالى لاختكم سعديه شانيل، علاش لا، ما ننصحوش الصغير والكبير. المهم ان شاء الله يا ربي الحبيب هذا الفيديو راه غتشوفوا نتوما، غتلاحظوا واش كاين تغيير لسعديه شانيل ولا لا. بزاف الناس مساكن بكاو معايا، بزاف الناس ضحاو معايا، بزاف الناس بقيت فيهم، بزاف الناس الله يهديهم. انا راه ما غنقول لكم حتى حاجه، الله يهديكم. خرجت بواحد الفيديو هيستيريا صعيب، وهذاك النهار راه ربي اللي عالم بيا. وبزاف الناس تيقولوا يا اختي سعديه مره تكوني مزيانه مره لا. اليوم غتعرفوا علاش، اليوم غتعرفوا الحقيقه اختكم سعديه شانيل، وبزاف الناس باش ياخذوا العبره في اختكم سعديه شانيل. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى تمشيو على هذا الشيء اللي غنقول لكم، وهذا الشيء انا براسي ما فاهمش راسي باش ما نكذبش عليكم. مهم ان شاء الله غنبدا لكم امتى بدات سعديه اختكم المعاناه. انا بديت من نهار تزوجت، تزوجت 2007. المهم هذا الفيديو نتمنى ما نبكي فيه ما والو، حيت سعديه، سعديه اللي كانت غتموت وغترجع سعديه جديده ان شاء الله يا ربي الحبيب. غير هذا الفيديو باش الناس بزاف ياخذوا العبره، يعرفوا الثقة ما بقاتش في الدنيا، واخا تيضحك لك انسان الثقة ما بقاتش. المهم ان توكلوا على الله سبحانه وتعالى. سعديه تزوجت 2007، وسعديه اللي وقع ليها وقع ليها نهار العرس ديالها بدون كذوب بدون افتخار. انا غنقول اقسم بالله العظيم الى المعاناه اللي دوزت ربي اللي عالم بهم. وباش ما نكذبوش على بعضياتنا نقولوا لا راه جريت على راسي، خسرت رزقي، ما خليت، ما درت، واني بحال داكشي لا هي تيتكالما وصافي الله اعلم كل واحد شنو تيقول في الاخر. شنو دارت سعديه؟ درت يعني صافي سلمت امري لله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كاين. المهم باش تفهموا بزاف، هادشي اللي وقع ليا وقع لي من نهار العرس ديالي. نهار تزوجت، نهار درت العقد، جاتني واحد الحالة ماشي هي هذيك، يمكن قلت يمكن الفراق ديال الميمة، قلنا ماشي مشكل. فات نهار العقد، نهار العرس بالضبط بلا ما نقول لكم لضبط، نهار العرس تنعقل اللبسة الثالثة، اللبسة الثالثة مابقيتش بغيت نكملها، درت خمسة د اللباسي بالضبط، اللبسة الثالثة تنعقل عليها بحال هاد النهار ما بغيتش نكملها. تنحس سعديه ترفعات، سعديه ترفعات، تنحس سعديه
كاين هي الجسد ديالها، العقل ما كاينش. ترفعت، يمكن قلت تعب، يمكن سخانه، يمكن ما عليناش. مشى هذاك النهار، الغد ليه غتجي عندي الوالده ديالي. قلت لها الوالده ديالي راه هادشي تنحس فيه ماشي عادي. قالت لي لا بنتي، هي اول مره، مازال ما عرفتيش الناس، مازال. المهم طلعت لي سخانه، قلنا يمكن الخلعه ولا المهم تتوقع. فات هذاك النهار، طلعت لي السخانه وهذا سير ماشي مشكل. جا نهار 7 ايام تنمشيو للبلاد باش نسلموا على الوالده ديالي. 7 ايام العروسه تتمشي عند الوالده، وكنت غنمشي نسلم على مهمتي باش نجيب حالي لقنيطره. وجيت لمدينه قنيطره، جيت بوحدي بحالي لا يتيمه، ما عندي حد، ما عندناش مشكل. انا نتقوى باش نحاول ما نبكيش، باش اي واحد ضرني راه تنخلي ليه الله سبحانه وتعالى. انا راه ما تنشك في حتى واحد، ما عندي مشكل مع حتى واحد. هادشي راه تنهزو على تقليدي حتى يوم القيامه. ما تنشك في حتى واحد، وما عندي مشاكل مع حتى واحد، باش تفهموا مزيان. صافي جيت بحالي القنيطره، المعاناه غتبدا ساديه قاسيه، والناس اللي تيعرفوني هنا راه غيخليو الكومونتير. نتمنى يخليو الكومونتير. انا عندي صاحبتي بزاف اللي انتم هنايا، هي اللي فاهماني مزيان، هي اللي عرفت المعاناه ديالي مزيان، هي اللي عرفت مشاكلي مزيان. والمشاكل حنا ما تنبغيوش نخرجوا بهم في اليوتيوب المغربي، ما عندناش مشكل. دابا جات وقت باش نعرفوا الحقيقه، غير باش نعطيكم واحد الحاجه اكزامبل باش تعرفوا سعديه اشنو المشكل، حيت الناس بزاف تيمشي عقلهم بعيد. ما عندناش مشكل، المهم سعديه دوزت المعاناه. راجلي مسكين فين غيبدا يعرف سعديه ماشي سعديه، مريضه في مدينه العريش. كان مسكين خرجني تما، وقعت لي الواقعه اللي غتوقع لاختكم سعديه. تما تعانت سعديه، تما تقاست سعديه، وبلا خبر الوالده ديالي. انا كنت تنعاني بوحدي باش ما نمرضش معايا مهمتي. تنقول ماشي مشكل، حاجه وحده تنقول الوالده غنرجع بحالي، تتقول لي لا، الا رجعتي نتوما عارفين ولاد البلاد كيفاش، غيضحكوا علينا الناس، غيفعلوا الناس، غيديروا الناس، ما عليناش، اختكم صابره. والناس هنا تبارك الله اللي تيعرف شي حاجه تيقول لي. المهم بزاف تعانيت وتقاسيت وتعذبت. انا راه سعديه كنت واحد البنت كنت بلاره، واحد سعديه كانت بشوشه، لدابا باقي الحمد لله. غير هي حشومه باش نحط لكم التصاور كي كنت باش تشوفوا، حيت ما كانتش دايره فيهم الزيف وبزاف الحوايج. وكان المهم مشى ليام جا ليام، المهم بزاف الحوايج لقيتهم باش ما نكذبش. لقيت بزاف وتنضرب الضم، لقيت اي حاجه دارت ليا لقيتهم بيدي، باش هادشي غنقسم عليه فمي بالله وغنتحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى. تلقاهم في المخد ديالي، تلقى في البلاكار ديالي، لقيت تصويرتي العرس تسدات في واحد القرعه. هادشي ديال المعاناه من نهار تزوجت. انا راه ما تنشك في حد، تنقولها وغنحيد التقليد عليا. المهم هادشي اللي لقيت، صافي سير ليام جا ليام. حتى كنت حامله باحمد ولدي، تعذبت صافي، حتى تنقولوا صافي غنتوقفوا على الطلاق. المهم دوزت المعاناه، وحتى واحد ما عمر عارف حتى واحد هادشي مغير الله سبحانه وتعالى. امي مسكينه تتقول لي صبري صبري، وخوتي تيقولوا لي صبري صبري، ربي غيجيب الفرج. وهذا يمكن هي انت صغيره، يمكن العقل هذا. المهم كل واحد كيفاش تيلغي بلغاه هادشي اللي كاين. المهم سعديه تعانات 3 سنين وانا تنعاني، زيد ماشي مشكل. ولدت ولدي احمد ما كنتش تنبغيه نهائيا، المتسبعين. ولدي دوز معايا المعاناه، نطلب الله يسمح لي ويسمح لي من وليداتي، حيت بزاف شي ناس تيقول لي سعديه علاش تتعاملي مع الناس مزيان ولادك. انا ولادي راه عينيا، ولادي دمي ولحمي، وصابره على ود ولادي وراجلي اللي صابر معايا وعذبته. تنطلب الله يسمح لي منه. كل ماشي كان شي راجل ما شاء الله متقف واعي، راه كون دابا مشيت بحالي. شوف سعدي كون سعدي كنت تشردات، سعدي شنو كان وقع ما عليناش، ماشي مشكل. المهم اختكم تتعاني من نهار تزوجت. صافي سير ليام جي ليام. دابا في ديما لخر الشهر، المهم لخر الشهر ولا الاول الشهر تتوقع لي الواقعه، تنكون ديما مزيانه ما عليناش. وين داك الشيء اللي تيوقع لي
واش تيتجدد لي واش الله اعلم. تاني نقول الطبيب، انا ما نكذبش عليكم، انا دابا وليت تنعرف غير الطبيب 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 الطبيب، صافي هادشي اللي كاين. المتبعين ديالي سعدية عانات، سعدية تقاسيت، خسرت بنت يوم ما فيه، الحمد لله ربي كبير سبحانه وتعالى، اقسم بالله الا خسرت الفلوس صحيحه ما صحيح الله سبحانه وتعالى، واني كلشي الله الحمد لله. المهم تنولي شويه تنرجع كما كان، راه وجهي راه مرات يكون علام زيناته، مره ما تشوفيش فيا، مره تنكره راسي وما فيه، ولادي صداع دائما، المشاكل دائما، وين الا جينا باش نخرجوا دائما بداكشي ما يمكنش. انا الحمد لله هاد صافي زيد الايام جي الايام ولدت وليد الحمد لله ربي كبير، زيد تنتحارب. المهم سعديه تتحارب، شتي شي واحد تيتحارب تيتقاتل، هي هكاك. المهم باش نختصر لكم، راه هادشي تنعاني من نهار تزوجت لدابا، باقا خصكم تتعاني. المهم انا باقي تنعقل وغنهزها على تقليدي. فاش كنت حامله باحمد كنت انا تنتشهى دائما على التقليه، التقليه هي العقل ديالي لدابا. المهم اللي كليتها كليتها في التقليه، انا غنجيكم باختصار. فاش قلت هكا وهكا، علاش شكون اللي زاد لي الماء شكون هذا؟ قال لي حتى واحد، هادشي راه والله الا عاودتو العجوز تيهر مؤخرا. قالت لي عقلت فاش قلتيها. المهم مسكينه الله يشافيها الله يعافيها، ديما تدعي معايا وزعما النعمه العجوزه، الحمد لله حمدك ربي وشكرتك. المهم الحمد لله والشكر لله. المهم اللي وقعت لي الواقعه كثيره، داكشي في كرشي الحريق، العافيه ديما في الطبيب، ديما نعسه في الكلينيك، ديما راه كاين شي مره تنحط لكم شي مره ما تنحطش لكم، ماشي مشكل هي هذيك. صافي العام الفايت اختكم سعديه، هذاك داكشي اللي في كرشي انا، حيت الطبيب تيعرف هي الميكروب، باش نجيكم النيشان، الميكروب زيد بداني بداني العام الفايت. تعقلوا المتسبعين على التحاليل، غترجعوا الفيديوهات غتشوفوهم باش تعرفوا سعديه راه ديما مريضه. داكشي علاش تنتلف في اليوتيوب وتنتعرف على الناس وتمشي عند الناس، راه علاش دابا انا بعدت من العائلات، بعدت من المشاكل، بعدت من كل شيء. تنقول اللهم ندير صاحبي في البراني وما نديروش في العائله، احتراماتي للعائله. انا هكا دابا ما نكذبش عليك، ما غير مامتي واخوتي لا غير، حيت علاش امتى تيبان بنادم؟ فاش تتمرضي، حتى واحد ما سول فيا كاينش العائله ولا بنات خوالاتي، خالتي بنات خالتي عندك تبارك الله بلا ما نقولهم بالسميات، هادوك متفاهمين معايا مزيان. ما العائله ما بقاتش، العائله مشات والله، دابا ما بقى لا عائله لا والو، انا مغير امي وخواتاتي، ودابا صحابي هما الناس راه نتوما عارفين شكون معايا. صافي هادشي اللي كاين، راه ماشي اجي وهز راسك سعديه وسمح في كل شيء وتنمشي فين ما ارتحيت، ما نكذبش عليك. انا دابا علاش تنرتاح مع البنات؟ تنرتاح فيما شفتوني مشيت ليه عرفوا سعديه مرتاحه، حيت انا النوع اللي خصني دابا نضحك، خصني نفوج، حيت راه عندي تابعني تربيه ولادي، تابعني قرايه ولادي. المهم باش نجيكم اختصار، صافي فاش وقعت هاد الواقعه وهذاك الفيديو اللي خرجت به، جاب لي ربي فيه الفرج، جاب لي ربي الفرج كبير. غنشكر السيد اللي عيط لي من فرنسا، الله يجازيك بخير، وكلشي اللي تدخل معايا وكلشي الحمد لله، شكرا لكم. دابا هاد السيد اللي مولاي احمد من مدينه مراكش، الله يجازيه بخير، الله يوقف معاه، نقدني مزيان، نتوما راه غتلاحظوا كلشي ان شاء الله صراحه. الله مولاي احمد جزاه الله خيرا من مدينه مراكش، عيط ليه قلت لي السلام عليكم اسيدي لاباس عليك مزيان، قال لي مرحبا لاله، قلت لي الله يجازيك بخير، واحد السيد راه عطاني نمرتك، قال لي مرحبا مرحبا يلي، قال لي مرحبا يلي، قلت لي الله يرحم الوالدين. عيط ليه وهذا، قال لي شنو عندك بنتي؟ قلت لها مريضه، ما عرفت واش الله ولا ديال العبد. قلت لي راه الطبيب عيط، ها شنو ها شنو ها شنو، قال لي صافي صافي كوني هانيه. اول حاجه قالها لي، قال لي صيفط لي التصويره والسميه، حتى انا ما عجزتش باش ما نكذبش عليكم، حيت صافي بغيت نقد راسي، بغيت الفرج، بغيت بزاف. صيفط لي التصويره، صيفط لي التصويره والسميه، هي التصويره والسميه صافي صافي، تيقول لك ها انت يا بنتي راه غنبدا لك دابا ان شاء الله، وباش ما حسيتي راه ما تخافيش. وبصح هذاك الليله، هذاك الليله اللي حطيت لكم الفيديو المتسبعين، داكشي اللي وقع لي والله العظيم اقسم بالله العظيم الا غنقول
الحق الله سبحانه وتعالى شنو وقع ليا. راه السيد ما تمشي عنده ما يجي عندك وما تيتشرطش، ماشي شي واحد اللي تيقول لك راه بالمنين، لا ما تيتشرط ما حتى حاجه، تيقول يا بنيتي ها شنو ها شنو ها شنو ها صيفط التصويره، ما غايقول لك حتى حاجه شنو وقع دابا. هذاك النهار المتبعين هذاك الليله تعوجت كامله، تنقول اه واش وقع ليا انا، والله ما ديت ما جبت حيت انا ما فهمت والو، حيت انا اصلا توقع لي بزاف د الحوايج. صافي تعوجت كامله، المتبعين يدي دابا تيعاود لي راجلي مسكين يدي تعوجات، كنت تنهضر في التليفون مع الدراري مساكن تيبكيو عليا، والله العظيم ما شاء الله ما نكذبش عليكم، تنشكرهم من هذا المنبر، وقفوا معي واحد الوقفه الله لي عطاهم عليا. والله داك النهار بالضبط كنت تنهضر مع ياسين وتيتيش وامي حليمه، المهم نتوما راه عارفين مع محبوبه دائما الحمد لله، تنهضر معاهم كنت دايرين معايا الكاميرا مساكن وتيبكيو شويه، حسيت راسي غبت. فاش هذا قال لي راجلي مسكين راه كنتي تعوجتي، فمك تيلعب تضحكي. المهم وقعوا لي الحالات هذيك الليله شويه نط، وحق الله العظيم المتبعين هذا الشيء راه غنهزو على تقليدي تالي يوم القيامه. نط شنو قال لي راسي، قال لي راسي سعدية شتي اش غديري، نوضي توضي وصلي جوج ركعات، اقسم بالله العظيم حيت انا اعوذ بالله من قلت انا كنت المتبعين ديالي ما عمرني فكرت تنتوضى وتنبغي نصلي ما تنصليش. المهم الله في قلبي في كل شيء، الا صليت غنصلي اليوم وغدا ما غنصليش، وحق الله العظيم هادي راه ربي تيشهدها عليا سبحانه وتعالى. انا راه ما تنخاف من حتى واحد، تنخاف من الله سبحانه وتعالى. انا بغيت الناس ياخذوا العبره. نط درت جوج الركعات ديالي ومشيت نعست. صافي مشيت حيت راه خصكم ما تنعش، المعاناه كثيره الا جيت نعاود لكم المتبعين ما غنساليش، ما تنعش الليل كله يا المتبعين. وحق الله كلشي تيقول لها سعدية راه تتسهري بزاف وهادي، انا ما تنعش تنقص في الشجر حتى السبعة الصباح وحق الله العظيم. الحمد لله ربي كبير، تنعس حتى السبعة الصباح، عاد تنعس حتى 12 الوحده تنوض. دابا 3 ايام الا اختكم تنطيح مع 12، وحق الله العظيم ما تنعقش على راسي، مع 12 تنطيح كاو، يعني بحال عمرني ما نعس. واني على الصراحه عيط ليا مولاي احمد تنشكرو الله يجازيه بخير، عيط لي لغد ليه قال لي اختي السعديه كي بقيتي وهذا، قلت ليه نحمد ربي، قلت ليه هذاك الصداع اللي عندي في كرشي راه ما بقاش، بحال تنكذب هذاك الحريق اللي في المعده عندي ما بقاش لدابا الحمد لله، الحريق حيت كان هذاك الحريق صافي راه تنتمشى وصابره وهذا، قلت ليه الحريقه مولاي حميد راه ما بقاش ليا في كرشي، قال لي الحمد لله هاي اللي، قال لي حاجه وحده عزكم الله، اما قال لي غتمشي ترضي اما غيجيك لا دياغي. ايوا قلت لي مازال ما جاني حتى حاجه. صافي مشيت درت الغدا لولادي حيت ما كنتش تنطيب لولادي، ما كنتش تي نهار ما تكون عندي البنت في الدار اختكم راه ما تناكلو ما تنشربو تنشريو، باش نجيكم الصراحه باش تعرفوا الحقيقه فينا هي. شويه يلا تنحط الغدا للدراري تنحس كلشي، ما نكذبش عليكم اقسم بالله سبحان الله سبحان الله العظيم. مشيت ايوا صافي عيط ليا، عيط لي قال لي شدك الكرش، قلت ليه شدني كرشي، قلت ليه راه ما نقولش لك عزكم الله شدتني لا ضياغي. هادشي دابا راه اللي تيقول لي شنو اللي غيوقع لك سبحان الله، هادشي راه تنهزو على التقليدي راه ما تنعرفو ما تيعرفني مسكين الله يجازيه بخير. صافي شدتني كرشي مشيت، صافي ما قدرتش نجلس تنقول سي ابراهيم المهم تيكرشي المهم تيكرشي. صافي من تما الحريق مشى عند سيدي ربي. صافي السلام عليكم، عليكم السلام. شويه قال لي بنتي راه عندك السحر خايب وعندك الجن، عندك الجن تيبرصتك بزاف صحتك بصح. انا راه غير في الطياره راه واخا تنهضر انا ديما فوق الطياره ذاتي، كل ساعه تنقول لهم ما تقيسونيش ضرني ذاتي كلشي ضرني كلشي. المهم قال لي راه شنو ها شنو، قال لي داكشي الحمد لله راه غتولي لاباس، المهم ما تيبغيش يقول لك اشنو وقع لك، قال لي راه تولي لك لاباس. المهم الحمد لله، وقال لي عندك كنت تتجددي داكشي، المهم كلشي اللي قال لي كاين عندي
داكشي سبحان الله، الله يجازيه بخير. دابا تنحس صحتي، نحمد ربي ونشكره. شكون اللي جالس عليا غتنوض تبدا تصلي؟ شكون اللي جالس عليا غتقرا القران؟ شكون اللي جالس عليا غتخلي القران في التلفازه؟ انا ما تنخليش القران في التلفازه، وحق الله العظيم، لا انا لا ولدي مسكين امير. وما عمرني قلتها لكم المتتبعين، امير مسكين عمر يسمع القران يصفي تيغوت ربي اللي خلقه. ايوا تنقول ماشي مشكل، دابا تندير القران في التلفازه، تنوض نطيب لولادي، تنوض نجمع انتما، تنخمم الصاله. الحمد لله كنت سعديه تنوض شقه والو الا طيبت هذاك الطياب، وفاش تيكونوا عندي البنات تنتشجعوا كل شيء. المهم المتتبعين ديالي، داك الشيء الاعراض اللي جاوني راه صعابين، ما نكذبش عليك، البارح عاود جاوني الاعراض غير نطيح. تيقولي ماشي مشكل، تنطيح تنطيح، تنهز يدي تيطيح بوحدو. دابا الحمد لله كنلحمي، كنلحمي هنا كنلحمي، ما نكذبش عليكم، ما كانش قاص هكا، لا كنهي الماء، انا تندير اللحمي تنلعب به، ما تنقول اه مالي يا سعديه مالي، يمكن هذاك الدواء، يمكن هذاك السيروم، يمكن يمكن يمكن. المهم سعديه هذه هي القصه ديالها، انا لقى عندي السحر، لقى عندي داكشي قديم، لقى عندي التوكال، التوكال مشى ليا في دمي. قال لي دابا ما ديري التحليله ما ديري والو، ان شاء الله تبري ان شاء الله. يعني الميكروب تلقاو هذيك الجرثومه، اللي ما عرفش هذيك الجرثومه بزاف المتتبعين، راه تيكون الميكروب في الدم، تيخرج لك ميكروب، وخرج لي هاد التحليله الاخرى خرجت لي الميكروب الحد، ما العام الفايت غير 43%. دابا هذاك الشيء، هذاك التوكال، الناس بزاف عيطوا لي، مساكن نفس المشكل وقع ليهم، تمشى وقالوا لهم جرتهم بزاف الناس المعاناه، هذه هي المعاناه ديال سعديه. دابا نحمد ربي الحريق ما بقاش فيا، دابا راه غير تقولوا تنكذب، اقسم بالله العظيم راه تنهز تقليد عليا، والناس كامل المساكن اللي تيعانيو. وقال لي اختي سعديه حطي النمره، راه تسولتو وتا قلت ليها خويا مولاي احمد واش ممكن نحط نمرتك، حيت الناس بزاف مساكن دخلوا عندي في انستغرام وهذا، غنحط النمره. وكما ربي جاب ليا نداوي راسي بهذاك الفضل الله سبحانه وتعالى، وهذاك السيد اللي في فرنسا ما تيعرفني ما تنعرفو، جزا الله خيرا ليه، الله يعطيه ربي القصر في الجنه، كما نقدني بغيت ربي نقدكم، بغيت ربي يسهل عليكم. المهم سعديه باش تعرفوا مزيان، راه عندي سحر خايب، وهذا الشيء انا راه لقيته بعيني، بعيني لقيتو قديم ولقيتو داك شوي وبزاف. وعاود حاجه اخرى البنات، وقال لي كان عندك الاسحار اخرين تيتسحروا لك لدابا، غير ما تيجي ربي تيحيدهم لك في طريقك، حيت قال لي انت سبحان الله عندك مقيوسه في ذاتك وهذا وهذا، حيت هذاك السحر القديم شنو تيكون لك البنات باش تعرفوا، تيولي لك المس، يعني تطيحي كاين اللي تيطيح كاين اللي مريض، ديما مريض ديما لقانا ما كايناش. علاش انا دابا تنبغي ديما الناس يكونوا معايا في الدار باش ديما نفوج ديما نضحك. دابا الحمد لله حمدتك ربي وشكرتك بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل مولاي احمد الله يجازيه بخير. ومازال دابا تبارك الله راه باقي اختكم في العلاج وكل شيء، ويني نحمد ربي ونشكره، راه ما بقى فيا حتى صداع، ما بقى فيا حتى مشاكل في ذاتي، والله مهما نط وتجرد وخملت الصاله ديالي، جمعت الفراش، جمعت كل شيء، غنبدا معكم ان شاء الله لا فيديوهات في المستوى. الله يجازيكم بخير، ما بقاش تيقوا، ما بقاش تيقوا، الثقه ما كايناش، ثقه مشات، ثقه ما كايناش. انسان تيغير عليك على ضحكتك، على كونفيونسك، على الناس اللي تيبغيوك، على الناس اللي تيحبوك. شوف اختي ولا خويا ما تيقوش، ثقه ما كايناش. هذا الشيء اللي المعاناه اللي تنعاني، باش تعرفوا قصه حقيقيه سعديه شانيل، حيت بزاف الناس ما عارفوش القصه ديالي شنو هي، راه من 2007 واختكم تتعاني، واختكم تنحارب، بغاو يفرقوني على وليداتي، واني ما نسمح لا في الدنيا لا في الاخره. نتمنى الله سبحانه وتعالى اي حاجه بغيتوها خليو لي في الكومنتيرات ديالكم، والناس السلبيين ما عندي ما ندير بكم، راه ما مسوقاش لكم. الحمد لله والشكر لله، انا تنقول الحقيقه، انا قلت المعاناه ديالي باش تعرفوا الحقيقه. وهذا السيد باش نزيدكم، راه ماشي شعواده، ضد الشعواده وضد داكشي الحاجه الخايبه. هذا السيد تداوي بتصويره وسميه بالقران الكريم لا غير.
صافي هادشي اللي كاين، ومازال ان شاء الله غتشوفوا الجديد مع اختكم سعديه شانيل. وهو زيدوا الدعوه معايا وزيدوا شوفوا في الراس وليداتي، وان شاء الله ما تنساوناش بدعواتكم الزوينه، وغيكون ديما الجديد. الله يجازيكم بخير كاملين الصغير والكبير، الله يبيض ربي يسعدكم، الله يسهل عليكم ربي في هذا الميلود وفي هذا العواشر. يا ربي شكون اللي قال ديما الميلود غيلقاني ابريت؟ حمدك ربي وشكرتك، كنت ديما العواشر تندوزو المعاناه صعيبه. حمدك ربي وشكرتك، حمدك ربي وشكرتك، حمدك ربي وشكرتك. يا ربي يا ربي تجعلها المغفوره الذنوب، يا ربي تجعلها المغفوره الذنوب، يا ربي تجعلها المغفوره الذنوب، وتكون هذه هي نهايه المعاناه اختكم سعديه شانيل. وتنتموا كل شيء يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تسهل علينا وعليكم، يا ربي تهز علينا هذا البلاء، يا ربي كل واحد اللي قاطع يده بالرحمات الله الله نخلينا ليهم الله 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 سبحانه وتعالى. والله اللي ودعوا معنا وشكرا لكم، وان شاء الله اي جديد غنشاركو مع المتتبعين العزاز ديالي. وقولوا لي كي جيتكم، والله الا تبدلت انا حتى انا راه دخلني الشك في راسي. يلا هنا غنقول لكم مع السلامه حتى الفيديو الجاي. الحمد لله.